سبحان الله، كلما الإنسان غض بصره عن الحرام كلما أعطاه الله عز وجل في قلبه نورا، وهذا مصداق قوله في سورة النور. الله عز وجل عندما ذكر غض البصر ذكر بعدها آية النور، قال ربي سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم ذكر الله عز وجل بعدها آية النور: الله نور السماوات والأرض. فكلما غض الإنسان بصره عن الحرام كلما أعطاه الله عز وجل بصيرة في قلبه.